الوطني كانوا متواجدين في اربيل. انا وزميلي احمد عرابي حبينا يكونون ضيوفنا في برنامج هاف تايم، ضيوف حلوين، ضيوف يعني متعوني بالفعل. راح نتعرف عليهم، نتعرف على اللاعبين المغتربين، ولو للاسف يعني نصفهم الكابتن سيتكا استغنى عنهم، لكن الخير والبركه باللي بقوا. خلونا نتعرف على لاعبين الابطال اللي يلعبون في الدوريات الاوروبيه، اللاعبين المغتربين اللي هم في ضيافه الهاف تايم. اهلا وسهلا بكم، انا اسمي اسامه رشيد، بلعب بالنادي هولندي فاينوت روتردام، بلعب كمان بالمنتخب هولندا شباب. نعرف كل معلومات نعرف عنك، تعرف عربي كردي؟ شوي عربي كردي احسن. ايه احكيك عربي، وين ما نوقف قول لي ما اقدر بعد، نستعين بصديق. اول شيء بهولندا فريقك فاينورد باي مركز بالدوري؟ هسه بالشباب بس سني يجي بالكبار. لا يعني ترتيبه بالدوري كردي. مستعين صديق؟ سنة مي هنا نادي كتلة دوري شباب هولندي. دوم تنين. جاب الثاني. مركز الثاني. مركز الثاني. صار لك قد ما جاء العراق؟ سنة كناتي تبو العراق. سنة كاتومة؟ سنة كناتي تبو. حوت صار سبع سنين. سبع سنين. شنو الفرق؟ سبع سنين من السنة الزيارة الأولى لحد هسه، شنو الفرق شافه بالعراق؟ يعني زور اربيل جوانبو تازبو بس كركوك نخت وك خوي ماو. يقول اربيل شويه متطوره صايره حلو، بس كركوك بعدها يعني، لان هو من كركوك. انت من كركوك؟ انا من كركوك. اي تذكر طفولته يعني من تم ولاده كركوك لولاده هولندا؟ لا تشوله دق كركوك. كركوك ايه. اي سنه رحت لهولندا؟ 95 ايه. ايش قد ورحت؟ ثلاثة، كانت ثلاثة. ما تتذكر يعني؟ ايش دبيرنا ما هو لك؟ نعم ما يتذكر. زين با جاران با بيرون روش با باسكي حمود جاب با قلاوي بمدين كونجي. يقول جدي كان ذكر جدي كان يركب البايسكل، الله يرحمه طبعا متوفى جده، وكان يركب البايسكل ويجيب له بقلاوه. تحب بقلاوه بس؟ بقلاوه كونجي. اكل شيء يحب من العراق؟ فاصوليا بروني فاصوليا. اكل بولندا؟ ايه طبعا، امي يعمل فاصوليا، كل شيء باميه كل شيء. اليوم راح نسوي لك احنا فاصوليا لو باميه، ايش تريد؟ فاصوليا. بس تكلفك بألف دولار. ألف دولار ومن بلاش. من يعجبك من اللاعبين المنتخب؟ نشط أكرم، يونس محمود، هوار. بالدوري العراقي لمن تحب؟ نادي عراق بس بعرف أربيل والزورة. الزورة بغداد. ها بس هذوك. أنمار المباركي شلونك؟ السلام عليكم. شخبارك؟ الحمد لله زين. شلونكم؟ تعرف عربي زين؟ اي شوي. انا اعرف عليك انه انت من البصره، ولاده البصره، عمرك 3 سنوات رحت لهولندا، ايش تعرف معلومات عن البصره؟ والله مو هواي يعني. سامع عن من اهلك مثلا عن البصره؟ من اهلي النبق. تمر. وهذا النبق. تمر. ايه شفت العرب؟ لا ما سامع. سوبر ولا الاماكن؟ لا كل شيء ما سامع. زين ما سامع اغاني؟ اغاني؟ اي عراقيه سامع. اي سامع. من تحب يا مطرب؟ تامر حسني. عراقي هذا؟ عربي. عراقي. كاظم الساهر، ام كلثوم. اي ما ادري. زين سمعت يقولون صوتك حلو. صوتي حلو؟ لا والله. اسمع احسن، احنا راح يسمعون الشباب وهم يقررون. مو منو يريد يغني؟ منو انمار يريد يغني بعيد؟ والله ما اعرف عنه. ما طيب انمار باي مركز تلعب؟ هجوم مهاجم. كم هدف مسجل بالدوري؟ بالدوري الهولندي 17 لعبه 8 جوال. فريقك شلونه؟ زين الفريق. هاي هذا الدوري صاروا الثامن على اساس يلعبون اوروبا، بس طاحوا يعني
فهاي السنة ماكو أوروبي. تابع المنتخب العراقي؟ مرات. ما عجبكني لاعبين؟ كرار نشهد يعني هم عفوا يونس محمود هوار أنمار مزوج ولا لا؟ إيه إيه عدي الطفلة ما مزوج مو؟ لا لا ما مزوج. وقت تزوج؟ والله بعد بعد هواي. لا زوجت تزوج من البصرة لو من هولندا؟ من البصرة. شو وقت؟ والله ما أدري بعد هواي. مو هسه زوجك؟ شايب من وقت. طبعا أريد أحكي ويا حيدر، بس مشكلة حيدر ما يعرف بس ألماني. ليش حيدر ما تحكي عربي؟ شوية. فراح مراد يساعدنا. مرحبا مراد. هسه راح أسألك، بس خلي أول شيء راح تاخذ دور المترجم. حيدر أول شيء أسأله، بأي نادي يلعب في هولندا وشنو المركز اللي حصلوا عليه هذا الموسم؟ اسمي حيدر، لعب ويا نادي شو اسمه، لعب ويا نادي هالشة ألماني بالشباب، وأنا مدافع هنا أنا بالشمال يعني بالأربين، والناس طيبين ومو كل شيء لما تشوفنا بالتلفزيون. منو اللي عجبه من المنتخب؟ يقول باسم عباس عنده خبرة ولعيب كبير. إيه عجبه. مراد على مدار لو مراد قردي؟ لا مراد قردي. شلونك مراد؟ الحمد لله زين. شلونك انت مراد؟ تلعب بالنمسا؟ ايه. باي نادي؟ نادي اوستر لوستنو. درجه اولى؟ درجه اولى. هذا بعد 10 ايام يلا احفظ الاسم. بس مراد النادي. النادي صعب شوي. ايه. شنو معناته؟ اوستر يعني اوستر بالانجليزي نمسا. ايه. لوستنو هذا الاسم مال لوستنو، هذا اسم مال المنطقه. أصلك من هولير؟ من هولير. خالك جد ما جاي لأبيك؟ سنة. فرق سنة عن نمسا؟ شلون؟ فرق أكو؟ لا ما أكو فرق. لا. من نفس أربيل أو من الخارج أربيل؟ لا من أربيل، نفس أربيل. شفت قرايبك أصدقائي؟ الحمد لله شفتهم كلهم. تحكي كردي لو ما تحكي؟ أحكي كردي، تركي، ألماني، إنجليزي، عربي، تركماني. سبع لغات. الحمد لله. شو تعلمت هنا السبع؟ والله علمت هناك بالنمسا، عندنا جيراننا أتراك. إيه. وبعدين. النادي واحد ما أدري مين. وبعدين بالمدرسة ألماني وإنجليزي. من حاجة أكثر ألماني. من أنمار تتعلم هولندي؟ لا هولندي صعبة. أحسن شيء بالعربي. زين انا معلومه جتني يقولون انت تحب المطرب شو اسمه زكريا. من قاله؟ مصادر خاصه. لا صوت. لا ما تعرف؟ لا ما تحبه يعني قصدك؟ لا احب زكريا. مو تغني تحبه زكريا؟ لا انا احب الغني مالته. يعني تحب اغانيه؟ اي اغاني. لا يا اغنيه تحب والله بالكردي. ايه بالكردي انا اعرف زانم بكردي. كردي زاني. ايه باشا. اسمعي. باو 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 وانو. باو باو وانو. شلونك؟ الحمد لله انت شلونك؟ اهلا بك. من بغداد مو؟ من الكرادة؟ ايه. عايش بالكرادة الان سنة 97 وطلعت. مو هواية. ايه مو هواية. تتذكر الكرادة؟ زين الكرادة داخل خارج؟ والله الداخل يمكن ما اتذكر، بس هي اتذكر اشياء حلوه وكنا نلعب على الشارع كل يوم ويا الاطفال ويا اصدقاء. حلو. تلعب اي مركز؟ بالوسط. بكون وسط ما شاء الله. زين ياسر تتذكر طفولتك؟ من اكثر واحد صديقك هسه بالعراق مشتاق له يجوز هسه يشوفك باللقاء يذكرك؟ اي والله اكو منهم واحد اسمه شاهد صديقي واكو هوايه. بعد ما شفته؟ لا والله بعد ما شفته ما شايفهم. اذا هسه شافك شو تقول له؟ شلونك؟ وبوسه ونطلع. يجيك الاربي؟ نشوف ان شاء الله يجي. ايه ان شاء الله اذا يجي ما
نطلع طلعه حلوه.